في الفيديو السابق وضحنا بأن أي ضغط خارجي على سائل موجود في وعاء يتوزع هذا ذلك الضغط بتساوي على جميع أجزاء السائل، وهذا ينطبق فقط على، وهذا ما يسمى مبدأ باسكال، ولكنه يطبق فقط على الضغط الخارجي. دعونا نفكر قليلا، ما هو الضغط الداخلي المؤثر على السائل؟ وأظن أن هذا شيء متعارف عليه، مفهوم العمق، عمق السوائل، أو عندما تغوص في المحيط فإنك تشعر بالضغط عليك من قبل الماء. دعونا نرى إذا يمكننا أن نفكر بهذا بطريقة أكثر تحليلية والحصول على إطار ماذا يعني الضغط على أي نقطة تحت الماء أو بداخل أي سائل. إذن هنا لقد رسمت أسطوانة، وداخل هذه الأسطوانة لدي بعضا من السائل، وهذا السائل ليس ماء بل إنه أي سائل كما هو مبين باللون الأزرق. وسأفترض أيضا أن هذا موجود على هذا الكوكب، لديه نفس كتلة الأرض، ولكن لا يوجد تأثير للهواء الجوي، لذلك كما نرى أنه هذا فارغ لا يوجد فيه هواء، وسوف نرى لاحقا أن الغلاف الجوي سيضيف ضغط في أعلى ذلك. إذن فنحن نفرض عدم وجود هواء، ولكن لديها نفس الكتلة، إذن ستكون الجاذبية نفسها. إذا لم يكن هناك جاذبية فإن السائل سوف يملأ الوعاء من الأسفل إلى الأعلى، وأيضا سيكون ثابت الجاذبية نفسه. إذا يمكننا أن نتخيل هذه الحالة أو هذا الوضع عندما تفقد الأرض قوة الجاذبية وعدم وجود غلاف جوي للأرض، هذا سلبي ولكن نحن لا نريد أن نفكر به، ولكن على أي حال دعونا نعود للمسألة. إذن في داخل هذه الأسطوانة يوجد لا أعرف، لدينا هنا حاجز رقيق يشغل المقطع العرضي من نصف هذه الأسطوانة. وقد فعلت هذا ليكون كمؤشر على أو لأعرف إذا كان هذا السائل يتحرك إلى أعلى أو أسفل. ودعونا نقول أن هذا الفاصل يوجد على عمق H من السائل، وبينما يكون هذا السائل ساكن بشكل كامل ولا يتحرك، إذن سيكون أيضا هذا الفاصل موجود على عمق H أيضا ثابت. وحتى يكون أي جسم ساكن أو لا يتحرك ماذا نعرف عنه؟ نعرف أن محصلة القوى على هذا الجسم يجب أن تساوي الصفر، ويخبرنا ذلك أن هذا الجسم لا يتسارع، أي عندما يكون الجسم غير متحرك ستكون سرعته تساوي الصفر، وستكون هذه سرعة ثابتة. إذن فهو لا يتسارع بأي اتجاه، إذن محصلة القوى يجب أن تساوي الصفر. هذه القوة باتجاه الأسفل يجب أن تساوي القوة باتجاه الأعلى. إذن ماذا تساوي السرعة للأسفل والتي تؤثر على هذه الأسطوانة؟ دعونا نقول أنها تساوي وزن الماء أعلى منها، جيد، ونحن في جو يوجد به جاذبية، إذن هذا الماء لديه كتلة، مهما كانت هذه الكتلة ضرب ثابت الجاذبية الأرضية سيساوي القوة باتجاه الأسفل. دعونا نجد ذلك، إذن ستكون القوة باتجاه الأسفل هي نفسها القوة بالاتجاه الأعلى، وستساوي كتلة هذا الماء، إذن سيساوي كتلة ذلك الماء، كتلة ذلك الماء ضرب كتلة الماء ضرب ثابت تسارع الجاذبية. في الواقع لا يجب علي أن أقول ماء هنا، دعوني أبدل هذا، لقد قلت يجب أن يكون هذا أي سائل غير الماء، إذن هذه كتلة السائل، إذن القوة باتجاه الأسفل ستكون كتلة السائل ضرب تسارع الجاذبية.
ماذا ستكون كتلة هذا السائل؟ دعونا نعرف بعض المصطلحات مثل مصطلح الكثافة، وأظن أنكم تعرفون ماذا نعني بالكثافة. الكثافة تعني كم مقدار أي شيء، أي كتلة أي شيء بالنسبة لحجم ما. إذا هذا هو تعريف الكثافة. والحرف الذي يستخدم للتعبير عن الكثافة هو رو، وسأكتبه بلون مختلف هنا في الأسفل. إذا الرمز رو يكتب بهذا الشكل، وبالنسبة لي هذا يشبه حرف البي. إذا هذا يساوي الكتلة على الحجم، هذا هو الكثافة. والوحدة هي كيلو غرام لكل متر مكعب. وأظن أن هذا واضح. إذا كان لدي 1 متر مكعب من معدن الرصاص، سيكون أكثر كثافة من لا أعلم، من المارشميلو مثلا. وبسبب هذا 1 متر مكعب من الرصاص سيكون له أكثر كثافة من 1 متر مكعب من المارشميلو. وأنت تعرف أن الناس في العادة يستخدمون الوزن بدل الكتلة، أي عدد باوندات من الرصاص أو الريش، ولكنها نفس الشيء. وهنا المفتاح هو الحجم. 1 متر مكعب من الرصاص سيزن أكثر من 1 متر مكعب من الريش. على أي حال، دعونا نتأكد من أننا فهمنا ماذا تعني الكثافة. دعونا نراجع ماذا فعلناه قبل ذلك. لقد قلنا بأن القوة باتجاه الأسفل تساوي كتلة السائل ضرب تسارع الجاذبية. ماذا تساوي كتلة السائل؟ يمكننا أن نستعمل الصيغة الموجودة هنا، الكثافة تساوي الكتلة على الحجم. إذن يمكننا أن نقول أيضا بأن الكتلة تساوي الكثافة ضرب الحجم. جيد، وهذا أتى من ضرب طرفي هذه المعادلة بالحجم. إذن في هذه الحالة ستكون القوة باتجاه الأسفل. دعونا نرى لنعوض ذلك. لنعوض هذه بدل هذه، كتلة السائل تساوي كثافة السائل ضرب حجم السائل. ويمكنني أن أضرب ذلك أيضا بتسارع الجاذبية. ماذا سيساوي حجم السائل؟ حجم السائل سيكون مساحة المقطع العرضي للأسطوانة ضرب الارتفاع. إذا دعونا نسمي مساحة هذا المقطع العرضي BA، نسبة إلى المساحة area، مساحة هذه الأسطوانة أو الجسم الذي يطفو على السطح، الحاجز الرقيق. إذا يمكننا كتابة القوة باتجاه الأسفل تساوي كثافة السائل، وستوقف عن كتابة الآي هذه بعد الحرف، الكثافة لذلك السائل ضرب حجم السائل. وحجم السائل هو عبارة عن الارتفاع ضرب المساحة، لذلك السائل. إذن هذا ضرب الارتفاع ضرب المساحة ضرب تسارع الجاذبية. إذن الآن يمكننا، وعند معرفتنا للكثافة والارتفاع ومساحة المقطع العرضي وثابت تسارع الجاذبية، يمكننا معرفة القوة. وهذا ممتع حقا. وأخيرا يمكننا إيجاد مقدار الضغط، لأننا قد بدأنا أول حديثنا عن الضغط، عن كيف يمكنك أن تجد الضغط عندما تغوص في أعماق المحيط إلى آخره. إذن هذه القوة، ماذا سيكون مقدار الضغط على هذا الحاجز؟
الرقيق أو هذا الجسم الذي يطفو، القوة مقسومة على هذه المساحة، مساحة المقطع العرضي من هذا الجسم. إذا سآخذ القوة وأقسمها على المساحة وهي نفس الشيء، أي A. لذا دعونا نقوم بذلك، دعونا نقسم كلا طرفي هذه المعادلة على المساحة. إذا الضغط يأتي للأسفل، وإذا هذا هو الضغط بي دي يساوي، إذا الضغط باتجاه الأسفل عند تلك النقطة سيكون، وأبقي هذا في تفكيرك، إنه سيكون نفس الشيء، أي نفس الضغط باتجاه الأعلى، لأن القوة باتجاه الأسفل تساوي نفسها القوة باتجاه الأعلى. إذا الضغط باتجاه الأسفل سيكون أو سيساوي القوة باتجاه الأسفل مقسومة على المساحة، وسيكون هذا مساوٍ لهذه العبارة ضرب المساحة. إذا يمكن للمساحة بأن تلغى من هنا. إذا BHAG مقسوم على المساحة، إذا يتم حذف الـ A هذه، إذا هذا سيساوي في هذه الحالة، إذا الضغط باتجاه الأسفل سيكون كثافة السائل ضرب عمق أو ارتفاع ذلك السائل ضرب ثابت تسارع الجاذبية BHG. وكما قلت، فإن الضغط باتجاه الأسفل سيكون مساو للضغط باتجاه الأعلى، لأن لدينا القوة باتجاه الأعلى تساوي القوة باتجاه الأسفل. فإذا كانت القوة باتجاه الأعلى أقل على هذا الجسم، فإن السائل في الواقع سوف يتسارع باتجاه الأسفل. حقيقة أنها ثابتة في نفس المكان، بأن القوة باتجاه الأعلى تساوي القوة باتجاه الأسفل، والضغط باتجاه الأعلى يساوي الضغط باتجاه الأسفل. إذن دعونا نستخدم هذا في مثال. إذا كنت على نفس الكوكب وإن هذا هو ماء، كثافة الماء، وهذا شيء أهم لنقوم بتذكره أو حفظه، كثافة الماء تساوي 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب. دعونا نقول، ونحن نعلم بأنه لا يوجد هواء، ولكني سأذهب ب10 أمتار تحت الماء، ما يعادل 30 قدم. ماذا سيكون مقدار الضغط المؤثر علي؟ الضغط سيساوي كثافة الماء. الضغط سيساوي كثافة الماء وهي 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب، وتتأكد من الوحدات من أنها صحيحة، ضرب الارتفاع وهو 10 أمتار، ضرب ثابت تسارع الجاذبية الأرضية وهو 9.8 × 10 متر لكل ثانية تربيع. وهذا تمرين جيد، ولكننا سنتأكد من أن الوحدات ستنجح. 1000 ضرب 9.8 × 10، إذن هذا يساوي الضغط، إذن هذا سيساوي 98000 باسكال، وهذا في الحقيقة كثير، يبدو بأنه كثير، ولكنه هذا يساوي 1 ATM أتموسفير، وهو مقدار الضغط الجوي عند سطح البحر في فرنسا على ما أعتقد. على كل حال، سأراكم في الفيديو القادم.